صباح الخير ريم لك ولكل الزملاء. لدينا اليوم قصتين من مدينة موسكو. الأولى تكمن طبعا في إطلاق موسم الملاحة الصيفي. هذا الشيء هو شيء مهم كثير للمدينة، وهو عملية إطلاق المراكب والقوارب في نهر المدينة وقنواته المائية. هذا الشيء ليس بالجديد، لكنه يعتبر ريم خطا فاصلا بين فصل الشتاء وربيعه المحمل بالأمطار ورهبة البرد والزكام وغير ذلك، وفصل الصيف يعني ذات النهار الطويل والفعاليات الكبيرة والدفء الذي تبحث عنه موسكو دوما. هناك مقولة مخملية بين القادمين من الشرق وبين والقادمين من المناطق الدافئة في العالم، يتحدثون عن أن في روسيا فصلين، شتاء أبيض وشتاء أخضر. لكن الشتاء الأخضر ورغم وصفه بهذا الشيء، إلا أن سكان العاصمة الروسية لا يعتبرونه حيا إلا بوجود مثل هذه القوارب بشكل كبير في قنوات المدينة. هذا هو الموضوع الأول. الموضوع الثاني، الباندا صغيرة تستلم لعبتها، إيش الحكاية؟ نعم، يعني الباندا الصغيرة هي دلوعة حديقة الحيوانات في موسكو. هذه الباندا يعني بالرغم من أنها صغيرة إلا أنها من فصيلة نادرة جدا، وهي الباندا الضخمة العملاقة التي يعني جاءت عائلتها من بكين من الصين في ربيع العام الماضي في 2023. ولدت هذه الباندا مع أواخر الصيف، كان وزنها في ذاك الوقت 150 جراما، لكن اليوم ريم وزن هذه الباندا يصل إلى 22 كيلوغراما. هذه الباندا طبعا فصيلتها مهددة بالانقراض بشكل كبير، لذلك تحظى باهتمام كبير. طبعا هذا الوزن الذي وصلت إليه بدأت بعده الدخول في الحياة الطبيعية بعد مراقبة من لجنة كبيرة ومختصين من روسيا والصين ودول أخرى، لتصبح هذه الباندا نجمة حديقة الحيوانات. تهرب من الصور الفوتوغرافية، تحاول أكل أشياء قليلة، لكنها اليوم تستلم لعبتها الأولى، وهي عبارة عن سلم خشبي مع بعض الدرجات تصعد وتنزل عليه طوال النهار. حلو، بس ما قلت لنا ايش اسمها. اسم الباندا، توقع يا ريم ما هو اسم الباندا؟ شو ممكن يكون؟ ايش اتوقع يعني؟ اكيد اسم روسي يعني. ناتاليا. طيب راح اكيد اسم روسي. هو اسم شهير جدا لدى الروس. هناك إمبراطورة روسية قوية جدا في تاريخ القياصرة كانت تحمل هذا الاسم. هناك سلاح روسي له هذا الاسم، حتى أن زميلتي كاتوشا في مكتب موسكو مراسلة العربية والحدث وصباح الحربية كاتيوشا. أحسنتي. برافو يا ريم، برافو. كاتيوشا هو اسم الباندا. برافو. شكرا يا عبد الجواد. شكرا على هذه القصص الجميلة.